بستوري على انستغرام نفى احمد ابو الرب الاشاعات اللي طلعت بخصوص اسم اغنيته الجديده اللي زعم العديد من الناس انها راح تكون بعنوان انا احمر، وكشف انه كان مجرد مقلب بمتابعينه فقط لا غير. تذكروا بالاسبوع لما اغنيتي اسمها تسرب والكل صار يفكر باسمها انا احمر؟ هلا طبعا هذا مقلب، كان اسم الاغنيه مش هيك اصلا، بس يعني ليش هيك بتبعتوا لي مسبات على حالكم؟ أما آياتي فشاركت هالستوريهات وهي عم بتعاني من الكآبة، هذا ما أثار قلق المتابعين وسألوها ما السبب، فأجابت بستوري ثاني أنه بسبب موت السمكة تبعها بعد ما نظفت آية بيتها للسمكة. أما أسامة مروة هالأيام عم بيضيع أغراضه بشكل كتير كبير، ومن بينها الأغراض الخاصة بالأغنية والفيديو كليب الجديد، فمؤخرا ضيع اللابتوب اللي كان فيه كل شيء بخص أغنيته مع غيث مروان، وهالمرة ضيع شنطة كاملة كان فيها كل أغراضه، فهذا راجع لسبب تأخر الأغنية الجديدة. طبعا أسامة قاعد يتغلز علي أنه أنا بضيع أغراضي، عم ضيع شنطة فيها جواز سفر واللابتوب والفيديو كليب اللي حينزل المفروض بكره، صح؟ مفتاح السيارة، مفتاح السيارة، مفتاح البيت. لحظة، لابتوب ضاع من شي اسبوع، من اسبوعين يمكن. يس، لابتوب يعني رجعت الشنطة. معقول مال حرام؟ هاي؟ ها؟ جايبة هدية. شكلي جايبة مال حرام؟ شارك أحمد حسن ستوريهات مفاجئة امبارحة من بعد ما تعرضت سيارته للاحتراق بشكل مفاجئ وغامض جدا وبدون ما يعرفوا الأسباب وراء هذا الاحتراق، فشارك هالستوريهات من بعد الحادث اللي والحمد لله طلعوا منه سالمين، الحمد لله على السلامة والله يعوضهم، مع العلم أن سيارته كانت مرسيدس من موديل 2020. لو كنت تتخيلوا، بصوا يا جماعه اتفرجوا، عربيه مرسيدس، يعني مش ماركه، مش عربيه سينا، عربيه مرسيدس سي ال 200. اتفرجوا مرسيدس سي ال 200 بتولع في الطريق، انا ومراتي وبنتي، انا زينب قاعده جنبي وبنتي قاعده جنبي، العربيه تولع بينا واحنا ماشيين في الطريق. اما نور ستارز ونارين بيوتي فاطلوا على المتابعين باطلالات باللون الاسود، فنارين كانت اطلالتها من فيديو كليب اغنيتها الجديده ارتاح، أما نور ستارز فاختارت فستان أسود وبوتس أسود طويل. فمن برأيكم الأفضل باللون الأسود؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.